طيب خلينا نروح بقى دلوقتي لتصنيف الأندية الإفريقية، لأن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف كشف عن التصنيف الرسمي للأندية الإفريقية، ده بعد احتساب نتائج آخر 5 سنوات. هنا بنتكلم في نهائيات المسابقات، مسابقات دوري أبطال إفريقيا وكاس كمان الكونفدرالية. خليني بقى أقول لحضراتكم كده، حل النادي الأهلي في المركز الأول برصيد 78 نقطة، احتل الترجي التونسي المركز الثاني برصيد 65 نقطة، الوداد المغربي في المركز الثالث برصيد 63 نقطة، الرجاء المغربي في المركز الرابع 54 نقطة، الزمالك في المركز الخامس 47 نقطة، والأهلي كان توج بلقب دوري أبطال إفريقيا في نسخته الأخيرة للمرة 10 في تاريخه والثانية على التوالي، زي ما كلنا أكيد عارفين ده كان على حساب فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقيا. توج أيضا الرجاء المغربي بلقب الكونفدرالية بعد تغلبه على شبيبة القبائل الجزائري، وبتأتي أهمية التصنيف هنا بقى في إعفاء بعض الفرق من التواجد في الأدوار التمهيدية ومنها الأهلي والزمالك، وهو نفس التصنيف اللي بيحتسب أو بيحتسب لقب نادي القرن بناء على أساسه. فمبروك، حاجة أكيد محترمة برضو، ويعني هنقول إيه؟ طب هنقول ايه والله يا كريم؟ طبعا في اخر 5 سنوات النادي الاهلي حقق لقبين، وسان داونز حقق لقب، والترجي التونسي حقق لقبين، وبيتواجد ايضا في التصنيف الانديه المشاركه في بطوله الكونفدراليه ودوري ابطال افريقيا. الاهلي تصدر تصنيف الاتحاد الافريقي كونه وصل لنهائي افريقيا 4 مرات في اخر 5 سنوات. طبعا زي ما حضراتكم اكيد يعني فاكرين، خسر مرتين ونجح في التتويج باللقب مرتين على حساب كل من نادي الزمالك وكايزر تشيفز الجنوب افريقي، وبيجري احتساب النقاط كما اوضح كاف في بيانه الرسمي على النحو التالي: الفايز بالبطولة 6 نقاط، الوصيف 5 نقاط، نصف النهائي 4 نقاط، الدور ربع النهائي 3 نقاط، الثالث من المجموعة نقطتين، والرابع من المجموعة نقطة واحدة فقط لا غير.